يعني طافة، عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصداقة، بس كثر القلق والهم خر الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دامة مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دائما للطاقة هم عنوان للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. احنا شباب البوم. اعطيني فلوس بنقطع. مليون مرة قلت لك ما عندي، ولو عندي ما راح اعطيك. وين الفلوس؟ انت مريم؟ راح ادور فلوس عند غيري، انا مالي ما اعطيتك شيء. سلامات. سميت تركب من هنا. وانتي اقسم بالله ما اعطيتني فلوس، لا فتش ملابس قطعة قطعة. ايه ارخمها انت فتش ملابس اختك. وقتك توكلت؟ وقتك اقسم بالله اقسم بالله تمد يدك ثاني مره وترفعها ادفنك هنا. افهم عمر تكفى خله هذا مدمن. تقول مدمنه بتركال؟ تقول مدمنه تمد يدك على اختك. اقلع معلش يا مي ما اتحمل الاشكال ذي. تكفى طالبك تكفى طالبك ابو صغيرك. عطني من قطع والله العظيم اجيب لك الدراهم. والله ما تعلمك دراهم والله. شايفني اوزع شرات؟ طالبك طالبه كسر حصك يا خبر. تبي حق راسك ادفع. والله بصير خدام تحت رجليك وابي بس ابي شبشب ابي شبشب. كسر صوتك يا رخمه. طلق كسر صوتك. طلق اسكت يا كلب. والله اجيب لك الفلوس يا بطل. بطلق تكفى تكفى بطلق بطلق عندك قواتنا يا بطلق. انقلع برا يا الكلب. تكفى اسمع مني خوتي قروش قروش افهم قروش بدفع لك. لا برا برا برا. وش تسبقنا بعد؟ اذكر يلا يا مي اذكر يلا. لا اله الا الله. والله تعبت يا عامر كل يوم على ذا الوضع. وش استخدم؟ اتبن اللي اسمه الشبو. الله لا يبلانا. الله يشفيه ويرجع العقل يا رب. اسمعني انا اسفه تعبتك معي، الصدق جسمي كان يرتعش ولا قدرت اسوق. عفا عليك وش دعوه ترس مثل اختي. اسمي اعطيني مفتاح سيارتك الحين انزلس واروح اجيب لك الموتر لين باب بيتكم. نواف اخو مي المهايطي. اي نواف يا ولدي بنت يد على اختها ما يستحل وجهها. اي والله لعب فيه الشبو انت تعرفه. لا يا ابن الحلال جرند حي والله يرحمه ويغفر له كان يستخدمه ويتعاطاه حب البهله وجننهم وقام يهذري لقوه ميت في غرفته. لا حول ولا قوه الا بالله. اسمع ابيك تلحقني بموترك نودي سياره مي. يلا
فتحت الباب بكلم الشرطة. أمي بتموت بسبتك، حرام عليك. قالوا لي لازم الدرهم، قالوا لي فلوس، وأفتح لكم الباب. والله يما ما عندي، لو عندي عطيتك، والله ما عندي. تبون أفتح الباب؟ أعطوني فلوس، أعطوني فلوس. افتح الباب يما. نواف الله يخليك افتح الباب. طلعي لي فلوس ولا لا؟ طلعي لي فلوس ولا لا؟ حرام عليك يا ولدي، حرام. انت ما تخاف ربك. اتك عليها مره ثانيه يا ابوي. الحقوني الحقوني، بذبح امي. ايش عليكم انتوا بيتنا؟ هد يا قوي، هد هد، لا تشدها. وبنت بفلوس؟ هلا خلاص انا اعطيك فلوس. تكفي يا ولدي، لا تعطيه، لا تعطيه، الله يخليك. دم هذا اللي يبيه خاله هو حر. يا نواف يا نواف، تعال معنا. انت ما تبي حق راسك؟ هلا خلاص امشي معنا. يعني بشبشب؟ ايه شبشب سوا. شعل الشبشب يا طراسك، امشي امشي يا ابوي. انت صاحي تجيب لنا المنتهي ده ترميه في الاستراحه هنا؟ تبغى تجيب لنا الشبهه انت؟ تحط راسك براس مريض. اهدى اهدى، لا تشدها، حنا واقفين مع جارتنا مي. انت تدري ان ابوها متوفي وامها تعبانه. يا ابويا الشبو لحس مخه، ما في امل خلاص. اهو صحيح حادثك ذا، انا عارف واحد دخل مستشفى الامل وعقل وتوظف وتزوج والحين اموره زينه. اجل خلونا ندخل مستشفى الامل، اذا ما استقبلوه بنتوهق فيه. يا ابن الحلال على الاقل ياخذ علاج. انت يا ابن الحلال، فال الله ولا فالك، هدك افته مو بوقتك يا ابوي. شكله تعب من الصراخ ونام. مقفل عليه المجلس. الحمد لله، اهم حاجه انه ما مات. يا عيال يا عيال، اخففتم في شرك. هذا سرقكم انتم بس. هذا باع نص اثاث بيتنا وباع سيارته وترك وظيفته. مو مهم اللي سرقه يا خاله، المهم ان نلقاه الحين ونوديه نعالجه. ابوي الله يرحمه توفى وهو راضي عني ويحبه، الين طاح بشله فاسده وضيعوه. الله لا يوفقهم. ان شاء الله بسيطه، لا تشيلين هم يا خالة، لا تشيلين. أنا صرت أخاف على أخته من ما ننام إلا وحنا مكفلين الأبواب علينا، كأننا في سجن. طول ما هو في البيت معنا كله مشاكل وخوف. طيب تعرفون مكانه الحين؟ الله لا يرده وين ما كان، الله لا يرده. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا نواف. خلصت فلوسك وفي ثلاثة أيام؟ ثلاثة أيام خلصتهم؟ والله أنك وحش، كل شوية يبي أكثر، كل شوية يبي أكثر. والحين طفران وجايني، وش تبي؟ اللي تبي، بس عطني حق راسي تكفى. البيت يا طفران يبي له تنظيف، أبيك تنظفه. يلا قم قم.
عليك يا ولدي حرام، انت ما تخاف ربك. هذه حوزة سكر، أبيك تصرفها بسرعة، وزبونها موجود في المكان اللي قلت لك عليه، وأبيك ترجع لي. والله لو ما ترجع لي لا أجيبك لو تزبن في آخر الدنيا. طيب ابشر حسن، ما معي موتر أنا. خذ، راح استأجر لك موتر. كم هنقلع، ايش تبي؟ انت وينك؟ ترك طولتي يا عاد، وينك؟ إيه، هذا انت بسرعة السيارة البيضاء. وين الدراهم؟ حرك بسرعة، قوم تدورني من اليوم، بليز حرك بسرعة. حكومة انت، ايش السالفة؟ انت بس تتكلم بسرعة، تحرك. نواف تكفى، الله يخليك عطني. شو اللي يعطيك؟ شو اللي يعطيك؟ فلوسك وين؟ يا أخي والله ما معي فلوس الحين، بعدين بعطيك. ولا خلاص سوفين اللي تبي، بس عطني. سكينها علي انتي، شايفتني خروف. يا أخي والله ما معي فلوس الحين. طب خلاص بعطيك، بس ودني مشوار أول. طيب شوف تريتها معك. يا ماما هي في غيبوبة، كيف تاخذين منها فلوس الحين؟ تكفى لا تزيد علي. تدري امي كانت تقول يوم خطبتي احلى يوم في حياتها. جاتها جلطة يوم انحشت، ما توقعت يصير فيها كذا. يعني انت الحين تفضلي له؟ الله لا، اخي اصبر دقيقة، يا اخي اصبر بس دقيقة، فرصة واحدة بس. يلا انا اروح معك وين ما تبي، واعطيك اللي تبي بعد، وزيدك بعد فلوس، بس اسمعني فرصة دقيقة واحدة. يلا 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 يلا، شوف نهايتها معك انت. يلا يما ما تكفى سامحيني، والله غصب عني. مين انتي؟ تسرقين؟ وش اللي اسرق؟ هذه امي. اها يا سكرتي، يا سكرتي، يا سكرتي. أمك ها؟ يبا يبا قولها إني أنا بنتك يبا، مو مصدقة تقول إني أنا سارقة. هذه كانت تسرق فلوس من شنطة المريضة، أنت أبوها؟ ما أعرف ولا بيعرف. يبا تكفى، أنا بنتك. أطلبوا لها الشرطة. يبا لا، يبا انتظر شوي. يبا 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 والله ما سرقت. يبا
يشق يده على امه واخته، وهذا الشيء شفته قدامي. تجينا حالات اسوأ من كذا. عموما انت تشكر على بلاغك، والموضوع الان عندنا وحنا اللي بنتصرف. الله يعطيكم العافيه، عساكم على القوه. رجعني بالاغراض مثل ما هي احمر. ما اقدر اصرفها، خليني اروح وبجيب لك فلوس اللي اخذتها منك بعدين. تعنك خبي خبي. بطلق بطلق النحشة، سيارة الحكومة موجهة هنا. أقول لازم أغير البيت، الحكومة دلته. طيب طيب نزل هنا، نزل هنا وأدبر نفسي. وين أنزلك؟ هنا هنا. لا يا أخوي بروح معك. تروح معي وين؟ بيتكم. تبيني أنام في الشارع يا حمار؟ ومن غير فضل ولا منة علي ولا كلمة. طيب بسرعة بسرعة، الحكومة ورانا. أقل أسكت. هذا جايب معاه واحد شبهة، شكله يخوف، بيدخل علينا. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا ما يستعلى وجهه. أقول قفل الباب زين وأنا بروح أتفهم معه. لا 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 تكفين، اقعدي، ما نبي مشاكل معه. لا تخافين يا مي، لا تخافين، وأنا أمك، تبين نفسك أنت بس. على يا وقت وين اللي على بالي يجي ويروح. أقول لك تبي حق راسك ولسنة قدام. اي والله تكفى مقطوعين. زوجنا أختك اللي شفتها برا، وأبشر وأبشر بوالله اللي سنعك بكل شيء. قوم أنت وياه واطلعوا برا. أنتوا ما تخافون الله؟ أنت ما تستحى على دمك؟ ما عندك نخوة ولا رجولة؟ مدخل رجال غريب على عيلك. الرجال هذا بينهم عندي الليلة غصبا عن اللي يرضى واللي ما يرضى. تقلعي. ما باقي إلا السرابيت تسكنون ببيتي. أقول يا نواف طلع برا. الرجال هذا اللي مو بعجبك يصير زوج بنتك، زين؟ احترميه واحترميني، فاهمة؟ كفو يا النسيب. فككوها. هدي هدي يا مي، وراس كذا عدلة. أقول لس مسكتهم قربت. أنت بس انتبهي للوالدة وانتبهي لنفسك، خلي الموضوع علي. يلا مع السلامة. موجودين؟ إيه. ادخلي ادخلي. الموقع محاصر ترى، ما في داعي للمقاومة. أقول ابعدوا ولا فجرت راسه. نزل السلاح وتفاهم. نزل سلاحك، نزل سلاحك. تركه ولا قاعد.